فابريس نكوما عند بداية شوط المباراة التالي عند الدقيقة رقم 42 بهدف قوي وبهدف التعادل. بهذه الآهات وفي هذه المدرجات هنا في دونور بهذه الصورة الجميلة من كازابلانكا من عاصمة المغرب الاقتصادية كانت شاهدة على حدث تاريخي كبير. المشهد الأول ينتهي هنا في هذه اللحظات وفي هذا المساء. المشهد الثاني مرحلة الإياب وموعد الإياب سيكون حصريا عبر قنوات أبوظبي الرياضية. الديربي رقم 41. فريق الوداد بخبرة أيوب بيتحرك إسماعيل على مستوى الذكاء، حتى أسامة بالوقت اللي كان ممكن يكون لو الداخل بالحالة بتكون أوفسايد، شوف الوعي وشوف الذكاء ويحصل هالفرصة ويتعامل وياها بطريقة حاسمة. فريق لعب لمساته متولي وضرباته متولي والاسيست. هنا الكرة من نناح، نناح حطالو باليسار. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هذا من الشبكة مختلف تماما، هذا شيء آخر، هذا جنون يا سادة. لاعب يخرج في هذا التوقيت بالذات يتحسر ليس لأنه خرج من أرضية الملعب، لا، لأنه لم يقدم المطلوب، لأنه لم يسجل هدفا، خصوصا المهاجمين يفكروا بهذه الطريقة. هو راضي على قرار المدرب لكنه غير راضي على نفسه أنه ما سجل مثلا، خصوصا في الديربي، الفرصة التي ممكن تكون فيه أسطورة، الفرصة التي ممكن حفظتموه في كل مرة وفي كل زمان. خلوني نستمتع ونسمع الأجواء في المدرج. صراع الأصوات بين الأخضر والأحمر في هذه الأثناء. بنورة وشوف بنون ضيع بنون، هنا الكعبي لوحده. لا 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 لا، هنا التسديدة القوية خارج أرضية الملعب، كرة خطيرة للوداد.